Thomas Amico, sans stage, ben, on est toujours là. Vous êtes satisfait du rendement de vos joueurs ce soir? Je pense qu'on est capable de mieux faire. C'est bon. Peut-être qu'avec Andrea, on aurait pu soigner le goal à virage. Là, on a gagné 1-0. C'est le grand absent ce soir? Oui, absolument. هل ممكن من الجانب الآخر وسيما؟ نعم من البحث على جيجر لكن أو ميهوبي أو ميهوبي نعم. نعم لكن راح نروح إلى غرف ملابس ونعود لك جمال. شكرا وسيلات. كما تشاهدون يعني بقي من الوقت القليل لأن خمس دقائق لأن غرفة الانتظار الأخبار في الانتظار لنشرة الثامنة. نعم جمال. طبعا سنتكلم في خمس دقائق عن هذه المباراة القمة وعن الكلاسيكو. جمال نعم مسيرة بصغير معي بصغير كيفاش تقيمنا المباراة تاع اليوم؟ يعني تلقيتوا هدف من قبل السيف أمام اتحاد العاصمة، لكن كلمة عن المباراة تاع اليوم. احنا كنا حابين باش تكون مباراة جميلة، الله غالب خيبنا اللي قال لك بيبليك تاعنا، مازال شامبيونة، شامبيونة ماشي تلعب كونتر اتحاد، شامبيونة سيدي 30 ماتش. ان شاء الله يا ربي احنا نتمنوا حاجه، احنا هنا كشر ما عندنا حتى مشكل، ان شاء الله لي زاربيت يكونوا في المستوى صحيح ان شاء الله يا ربي. ميرسي. شكرا شكرا شكرا. نحاول الان نقترب من المدرب جيجور جمال. سنعود اليك وسيله، سنتكلم قليلا مع السيد يونس افتيسان عن هذه المباراه الكلاسيكو الكبير الذي شاهدناه اليوم بفوز الاتحاد على المولوديه. طبعا النتيجه تعود من جديد السيد يونس افتيسان، كيف يمكن ان نقرا المباراه عموما وفوز الاتحاد اليوم على جاره المولودية بواحد مقابل لا شيء بكرة ثابتة؟ الشوط الثاني شاهدنا اندفاع بدني كبير من الفريقين. نعم انا نظن على حسب رايي اتحاد العاصمة غير اوراقه في الشوط الثاني، خاصة عود ارجاع اللاعب جديات كقلب هجوم، ماشي قلب هجوم حقيقي، كل مرة يولي الوسط الميدان. وانا نظن على حسب رايي اتحاد العاصمة فازت على وسط الميدان، ما خلاتش المساحات الكبيره، لعبت بكتله واحده وخاصه ما غيرتش اللعب تاعها، الضغط على حامل الكره في المنطقه هي اللي سمحت لها باش تسير الشوط الثاني، وكانوا عندهم عده فرص كانوا قادرين يقتلوا المقابله. العكس مولوديه الجزائر، وكنا متمنيين نشوفوا مولوديه الجزائر تلعب بكتله واحده وتخرج تنظم الهجوم من الدفاع بكرات قصيره وسريعه في الامام، لعبت كرات طويله على المهاجمين، والمهاجمين تاع مولوديه الجزائر جليط ما عندوش قامه طويله، بوكاش ما عندوش قامه طويله، كل كرات طويله لصالح الاتحاد العاصمه، مثل اللاعب شفعي، مثل اللاعب الحارس المرمى زماموش، وين خدا كل الكرات الطويله. انا نظن على حسب رايي المباراه مباراه تكتيكيه، وين اتحاد العاصمه فاز على الجانب التكتيكي. طبعا يعني بالنسبه للاتحاد خاصه السيد يونس افتيسان